بقولك الأم والأب يكرهوا البنات في حتة إنهم ما يضروهمش، يكرهوا البنات؟ يكرهوا البنات لما يجوا يضروهم من أهل الجاهلية. هؤلاء الجاهلية مضت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وقد قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. بارك الله فيك، انتبهي. يعني أبوهم وأمهم يكرهان زيارتهن كده. جربي تابعي، تحملي الوجه الله، اجلسي 5 دقائق تزيلي القطيعة وتتصرفي، لعل الله يلين قلبهم. من شاء عنهم أخوك. نعم.